تأملات قرآنية. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هم الثابتون على البذل، الماضون على النهج، لا تغيرهم السراء ولا الضراء، فلا تبطرهم السراء فتلهيهم، ولا تضجرهم الضراء فتنسيهم، والله يحب المحسنين الذين يجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون. فعن الثوري: الإحسان أن تحسن إلى المسيء، فإن الإحسان إلى المحسن تجارة. تأملات قرآنية.